أحداث من ثورة العشرين الخالدة. الهدنة المؤقتة. لم تستمر الهدنة الموقعة بين الطرفين التي كان أمدها 4 أيام، إذ تم خرقها من قبل الإنجليز في اليوم الثالث، أي في 19 من تموز. وبعدها قام الثوار ومن انضم معهم بحصار الحامية الإنجليزية الموجودة في الكوفة، والتي كان يقدر عدد أفرادها 750 شخصا، مؤلفة من الجنود والشرطة والموظفين. وقد بدأ الحصار الفعلي للحامية في يوم 21 من تموز، واستمر هذا الحصار 3 أشهر، تكبد الغزاة فيه خسائر بالأرواح والمعدات.